بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملاء فرصة الكرام الأعزاء على قلوبنا، بنرحب بيكم. الناس اللي بتشوف طبعا الفيديو بتاعنا دلوقتي أو بتشوف عرضنا الآن، بنرحب بيكم وبنقول لكم كل عام وحضراتكم بخير. ناس طبعا احنا طبعا في كل فيديو بنقول الناس اللي هي عايزة تبتدي مشروع جديد ومش معاها إمكانيات، احنا تحت أمر حضراتكم. ممكن تعرض كل الموديلات المعروضة عندنا دلوقتي على الواتساب عند حضرتك او على صفحة او جروب على الفيسبوك، واللي يطلب من حضرتك تعالى خده تحت امركم. يعني ممكن تبدأ من صفر، ما معكش فلوس ابتدي بجروب على الواتساب او على الفيسبوك، وتبتدي اللي يطلب من حضرتك تعالى خده من عندنا تحت امر الجميع. بنرحب بكل الناس اللي هي عايزة تبتدي مشروع صغير، ومع الوقت ان شاء الله ربنا هينميه ويكبره. رينج الاسعار احنا عندنا اسعار من 20 جنيه لحد 115 جنيه، 120 جنيه. الناس اللي هم فاتحين جروبات وعايزين يلاقوا فرشة كبيرة جدا 300 موديل في مكان واحد، ده طبعا متاح ومتوفر في فرصة الملابس. الناس اللي هي خايفة من المغامرة ان تدفع فلوس والبضاعة ممكن تتحرك او ما تتحركش، ما تشتريش من عندنا حاجة، اعرض الاول واللي طلب من حضرتك تعالى خده، دي نقطة. طب حضرتك معاك 1000 جنيه او 2000 او 5، تعالى حضرتك ادفعهم وخد بيهم بضاعة وسمي الله، واعرض على الجروب الفيس، على صفحة على الواتساب عند حضرتك. وان شاء الله بإذن الله هتلاقي هامش ربح محترم وهامش ربح معقول. كل الخامات بتاعتنا طبعا الناس اللي شغالة معانا من سنين عارفة ان احنا طبعا بنشتغل في اعلى وتوب الخامات، احنا طبعا بنشتغلها اعلى مطابع في مصر شغالين معاهم، شغالين ترت القلاب خياطة حاجة محترمة. كمان احنا بنقول البنطلون الجينز هو جينز لكرة، وفي نفس الوقت هو قطن 100% عشان بشرة اطفالنا الحساسة. فاحنا الحمد لله رب العالمين كل الخامات العالية شغالين فيها، كل الفينش العالي شغالين فيه. احنا بنقول لكل الناس اللي هم فاتحين محلات وعارفين شغلنا وشغالين معانا لله الحمد من سنين طويلة، بنخاطب كل الفئات اللي شغالة في مجال الملابس، سواء كان مكتب جملة او كان محل. ان شاء الله بإذن الله هتلاقي في مكان واحد اكتر من 300 موديل او 400 موديل لبيت وخروج باسعار ولا في الخيال، اسعار مميزة جدا. شرفونا ونورونا ان شاء الله بإذن الله تجدوا ما يسركم. ولسه برضك مصرين ان كل الناس اللي هي عايزة تبتدي مشروع ما معاش راس مال تحت امر الجميع. الناس اللي معاها راس مال صغير وخايفة تبتدي، لا احنا تحت امر حضراتكم، مش هنبخل على حد بالمشورة ولا بالنصيحة ولا بوقتنا، تحت امر الجميع. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.